معاكم احمد خلاف من قناة المحترف اكشن، وزي ما عودناكم كل جديد وحصري هتلاقوه عندنا على القناة. في شرحنا النهاردة هنتكلم على ازاي ان انت تلون شريط المهام اللي هو تحت ده، تمام، او قائمة اصدار، ازاي ان انت تغير اللون بتاعها بطريقة سهلة وبسيطة زي كده. مثلا تغير اللون بتاع قائمة اصدار ديت او قائمة ابدأ بطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي برامج تابعونا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. كل اللي هتعمله هتقف في مكان فاضي على سطح المكتب وتضغط كليك يمين وبعدين تختار بورنسل الايز، تستنى لما تفتح معاك الإعدادات. بعد كده هتيجي على حاجة اسمها كولر أو الألوان وتضغط عليها، هتفتح معاك القائمة ديت. منها تلقى موجود عندك كمية ألوان وتبدأ تختار الألوان، أي لون أنت عايزه مثلا اللون ده. بعد ما تختاره وتعلم عليه تسحب القائمة لتحت كده شوية وهتيجي عند الخيار ده وهتبدأ تفعله. تبدأ تفعل الخيار ده، من هنا هتلقى تلقائيا الشريط لونه اتغير للون اللي انت اخترته. ولو رحت على قائمة ستار او قائمة ابدأ وضغطت عليها هتلاقيها اتقلبت بقت بنفس اللون اللي انت اخترته بكل سهولة وبساطة. ده كان بكل بساطة موضوع حلقتنا النهاردة، والسلام. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.